بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى نبدأ ونكمل الله بين آيات السقاشا يصدح إلى آيات بغل يسقال سورة آل عمران. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى واحد عشرين آت بحسان ثواب يا خير هلي ميسان وحي آت بحسان الله بأقو إذن كابا المنين بركة قضية وحوية كل طعام شاشين كوردان كان وحوها حلا كي حلال لبني إسرائيل في بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل نبي يعقوب وحو حرام يلمه على نفسه نفتيسه من قبل أن تنزل انتي لدجيه كهر دي سوالك عادقة من قبل أن تنزل انت لدجينين لكن هذه حرف حرف لولق بي من قبل أن تنزل انتي لدجيه كهر بينه لكن معناها الرواح من قبل أن تنزل انت لدجينين التوراة التوراة قلوها تكتنا فأتوا لك عليها بالتوراة التوراة فتلوها أغريا إن كنتم هداتين صادقين قوروا شاغي آياد وحي آياد نبي الله يعقوب يا عرق النساء وحل إلى أمجيستان يا كرد عضي أظن نبا وحوغي وحيين والينا مركو عذر بدن باقبت مركو حيو نجودي هدي إلهي عافيو فأشين كوحو أغجي عليها الشراب كوحو أغجي عليها إنه اسك حرامي إلهي وعافيه هلبك قيل يعانيه قوتي على اسك حرامي مركاسا يهودي وحي دهدي وحبذن يهود لقى حرامي باتره مركي توريد السؤال لقتيو سيدا وحي عدي له لكيسا إيو بحين عاصا لقى حرامي باتره أو فربذن والدم بأي قلن درتي لقى حرامي مركاسا وحي دهن يعقوب بان لقى حرامي يبيد يعقوب مركاسا لي بين باتشين إيساني يعقوب كيف بني إسرائيل بريكيس وحكا حرامي هذا ماتره انتو يسوي اسك حرامي يلموين tawreedina bariga ma bacirinba tawreedan idinka xaraam yeeshay ma bacirinba arada dad tihiin tawreedinta soo qaadaan aqriya aad garateen in tawreed idinka xaraam yeeshay dambigiina darti aqriya leey marka ayadu halkaasii tilmaamaysay kullu taami fashin oo dhan kaana wuxuu ahaa xillankii uu xalaala li bani israayil fee bani israayil illa ma harama israayil israayil wa yaquub magciis israayil wuxuu iska xaraameeyay mooyee إسرائيل وحوك حراميه موي على نفسه نفتيسة من قبل أن تنزل التوراة توراة إنتي لسود دجية كهر إلا ما شيء موي حرم وحرام يالي إسرائيل وإسرائيل على نفسه نفتيسة من قبل أن تنزل التوراة توراة إنتي لسود دجين مركا توراة إنتي لسود دجين وحينو ندي وحوكونا دجين إنتي قيستهاني كرد عذي هيلبك وحانو قوش على هاي دعامك وحانو قوش على السلامك وحانو قوش على أسكا حرام يالي marka yahuuday waxana leedihiin israa'il baa naga xaram yahay wa beenti qulu hatira faatu la kaalaya bi tawraati bal tawraat keena oo fatluha aqriya in kuntum saadiqiin hadda ruu sheegisano waxan israa'il idinka xaramay ar tawraat keena faman iftara nabiga way weydiino saddex masalay weydiino nabi israa'il wuxuu iska xaram yahay muxuu ahaa saasu ugu sheegay waxay dhahayeen ragga maxaa ilmaha wiil ka dhiga ama gabad ka dhiga ama uu ruux ugu ekaada marka nabigu wuxuu yiri waxaad ogtihiin yaani biyaha xagga ragga ka yimaada way cadhiin way adag yihiin xagga haweenka way jilicsan yihiin waana yar boore marka marba midkoodii fiximka ku bata yu ilmuhu noqonaya biidnillaah taa waxaabay weydiiyeen bay kamid tahay faman iftara qofkii ku been abuurta calallaahi alle faman iftara qofkii ku dul abuurta calallaahi alkadiba been oo wuxuuna diin ka dhigin diin ka dhiga waa bidcade garo min badi dalika intaa kadib فأولئك كواس ومظالمون الظالمون مركو إلهي وحيغا شاقي أو وحاديي وحي الله كبين أبورته أو وحونا دين كدق دين كدق سيدينا نوكالي إسرائيل بان لغا حرام يالي وحيابها لغا حرام يالي وابين أبور الله لغو أبورته والظالم كاس ظالم كان القرآن كو انت بدن قال لماذا استعماله فمن افترى قفكي كبين أبورته على الله اللي الكذب بين سيدينا نوكالي فمن افترى قفكي كو أبورته على الله ألا بيشي سألك ذي بين سيدينا نوكالي من بعد ذلك انت كذب وحضادين فأولئك واسهم الظالمون وين قلوا حاترا صدق الله الله رنبو شاقه والله رنبو شاقه إن الإسرائيل ونوحا إذن كحرام يالين والله شاقه وعنبوه إسرائيل إذن كحرام يالين
يدين كدم بيجيني يا ليدين كحرامي قلوا حاتنا صدق الله ألا وحي ليس الرنب كشان فاتبعوا راع ملة إبراهيم إبراهيم دين تيسي راع حنيفا حق راع حاله إيهاي وما كان كمدنا ما أهين من المشركين ومشركين تكمد ما هي ديدينكم مشركين باتين بك يهودي النصارى تونا ما هي إبراهيم حق راعوها مشرك مشرك ما أهين هدو يهودي النصارى النقدة دي يهودي النصارى ومشركين وين ما كملة إبراهيم النبي الله محمد نوال الله أمره إنه ملة إبراهيم راعه قال لنا هذا السؤال الأول إيه فاتبعوا راع ملة إبراهيم إبراهيم دين في سراع حنيفا حق راع إسبوعه بعد الكلاحنة وما كان ما أهين إبراهيم من المشركين كمد ما أهين إن أول بيت قولك يقول يوضع لقول بسيو لدجي للناس لعموم الناس ذاتك أردن للذي كيو يببكتا بكا كيالة وما كان مقعيه ذو كمد يهي مباركا حاله وبركي سنيهي وإلا إسو قدن بالدافن وخير لهلي وهودن هنون يهيو قف كيتها وحوي عقيدة حميد أردن ويكبحي للعالم من خلقنا فيه وحاكسوا حرمك آيات علامات بينات عرض مقام إبراهيم حاكسوا كبدل إبراهيم مقام كيسي ومن دخله قفك قالنا كان وحوه أن آمنا كي آمنا قولي ذاتك الله لسي قولي يبدن باكوه الرئي لكن قولي ذاتك أدن حايا وعبادة الله لسي وحاقوه الرئي مكة كابكا كيالا بكا وحالوه بحي تبكو عناق الجبابرة ولكن جابره حن أو وير نجائره ويرري ولي لم أرد مك ماذا حن بالله تشري مركز هذا بكل لوج بحيل مركز للناس قريب بدن وكلا تشري قري بعد اللود تجي كاسة أهري أدب وبركة سينها خير بدن بولا يقف كي تجي اللود من الأف وعجيب حنون ويا أضطك مركز تجاه وان أجنعي تد بدن وتجي هو حوي يجوا عبيدة في عنده كي مدوي للعالمين أيدها كوي على مقام إبراهيم باكملة مقام إبراهيم markii hore kaacbada ku dhagaysnaa oo markuu kaacbada dhisay Ibraahim ayad dheeratay uu dhagax inta soo qaaday isku taagay lugu hisiiba ku yaal hadda wax lugu dhaadheer buu aha lugu hisiiba ku yaal Umar bin Khattab baa in yar xaga uga durkiyeyo waa la dhaxmari kara hadda kaacbadii maqam Ibraahim malahayga sida tiirkan oo kale u jira tiirkan oo kale markii la dawaaf wuxuu ku yaalaa meesha kaacbada albaabkeeda rugnul yamani halka ka soo dhawra calaamado kala ku yaalo oo waxa ku yaala Safi iyo Marwa ku yaala waa calaamado Arafa ku taala ee waxa ku taala Mina iyo Muzdalifa ku yaala Mashcarul Haram ba ku yaala calaamado badan buu leeyahay ayatun bayyinatu waman dakhalahu kana aminan qofkii gala aamin buu noqonaya waxa dhacday jaahiligu markay islaayaan ninku markuu galo meesha uu galo wiilkii uu aabihi dilay intay isku hor yimaadeen buu u cadhoonay shimbiruhu inta yimaadin ba sidaa far loo saareen hada xaramka isha agtiisa oo dhinaca guriga nabigu ku dhashay ka xigta malaayiin ama kumaan kumaan isara boqol kun meelaha oo shimbir oo qoolay ah yaa joogto shaashinku ba saal loogu daaday wax taabin ma jiray iyaguna carar maaya ila qudradiisa marka gurigaas waa guriga sidaas weyn ka guri aad u wanaagsan weyn meel qurquul la yiraahdo oo dhagaxbuur 70 kilometer xagga ka ah ya meel bakal ilaahda ku taa agteeda ku taala baka niman baa waxa la yeyay yimaadeen qudbadii way xajiyeen iyaga say la ahay qudbada marka loo iman waa lagu wareega 7 goor meel masjid ah ya laba ragacdo lagu tukada marka masjidka imxiraabkiisa qudbadii baa loo galiyo taabuudka sheekha la soo dhundhukan guriga sheekhu deganaan jiro raadkiisa hadda jooga yaal istaagi sheekh Haaji Cumar Gurey oo quraanka dhigi jiray salaxu ku fadhiisan waa la fadhiyay xajku u taamnaa marka nin baa yidhi nimankii oo socda war hagee ka timaadeen xajka aad ka nimid waa xajine oo meel bakal la yiraahdo ku taal sidii Makka oo kale markaa suuri xageed ka xarmateen waxay kula hadlaa way kara way baka ku taal marka meesha baka marka waa sida in awwala baytin gurika ugu horeeyay wudaa loo dejiyay loo dhisay linaasi li umumi naasi dadka oo dhan cibaado loo dhisay lalladii ki way bibakata baka ku yaala mubaarak baka waxa loogu bixiyay jabaabirada ya madaxa lagaga jiraa mubaarakan xaaluhu barakeysan yahay wudan hanu yahay lil caalamiin khalqigu oo marka tagto fihi waxa ku sugan ayatun ayatu bayyinatun oo aad aad oo maqam Ibraahim kamaytahay waman dakhala qofkii gala kaana aaminan
labada kun iyo shan tiiban tagayo meeshan daganahay shan iyo afartan daqiiqo aan sii lugayn jiray marka meel dul ah oo banaano cooshada yar iyo kulyaalin anagoo marayn yaani odayo galka ayaan bariga ka ajiyo galka ayay ka yimid ninku hebelo tiintii hore waa la nasaxay baa la yiri buuri waan gartay marka adeerba waxa uu jeedaa baanay rag iyo haweenka isu dhex socda in weysada iska jabin in haabuu weysada iska jabin mahayaan ogow baanay wuu aamusan ninki nin yar oo dhalinyaraha wadaadka laftiisa la hadlo adeer intaad meeshan timid waxaan allahay wax bari ma aragtay buuri suuye may xaggee nin waan sidii ogow buuri marka hanuun wey xaq badan baa la soo fahmayaa malaayiin dhowr milyan oo ruux oo dawaafaysa oo ruux ruusa u taabanaan lahayn oo ruux ruux aflagaadayn aan lahayn oo ruux ruux u cadhaysan aan lahayn waa wax la yaab la wey allah wuxuu leeyahay walillaahi allah waxaa u sugnaaday calanaasi dadka dushiisa xajul bayti kacbada u qasadkeeda man buu ugu sugnaaday istadaaca kara ilayhi beytka sabiilan wada ahaan kafar qofkii ka gaalooba oo isagoo heli kara inuu xajiyo xajii waaya fa ina allaha alganiyun wuu ka maarma anil caalamiina khalqiga wuu ka maarma icraabta beytkan macnihiisa cadayno mantaasi bedel weyn haddaan mantaa bedel laga dhigo wuxuu macnuhu noqon dadka oo dhan ilaahay xaj buu ku leeyahay bay noqon dadka oo dhan ilaahay xaj buu ku leeyahay marka dadka guud ahaan xaj baa lagu leeyahay haddana qofkii karti u leh yaa xajka lagu leeyahay saxaabadu way weydiinoo xajka nagu waajibka afi kulli sana bay ku yidhaahdeen ma sanad walba wuu ka aamusay afi kulli markay ka day waayeen buu yidhi may waa fil cumri waa marra kaliya haddaan haa idhaana waajib buu idinka noqon lahaa markaasay idhin sabiilku waa maxay azaad waraaxila buu yidhi nabigu azaad waraaxila sahay iyo waxaad fooli lahayd waa inaad haysata wey sahay waxaad fooli lahayd marka hadda qofkii dayn lagu leeyahay dayn dayntaana intan uu ku xaji mooye iskama bixin karo ma xaji karo xaji laguma leh qofkii caruurta wuxuu kaga taga aan helaynin xaji laguma leh laakiin qofku markuu dayn lagu lahayn sahaydiina uu heli karo caruurtuna wuxuu kaga taga uu heli karo horey xaj baa loogu leeyahay marka culimadu waxay yidhahay xajku waa cala alfawr iyo waa markii cala taraaqi oqoliyo waxay leeyihin mar kuugu horeysay lacagtu kusoo gasho hore ka xaji ha dib dhicin waa xaraam inaad ka dib dhacdo culimada qaarkeedna waxay leeyihin khiyaar baad leedahay muddo waa iska joogi kartaa waxaa munaasaba in laksa loo xajiyo yaa munaasaba caruur yaryar iyo addoommuhu hadday xajiyaan xajkii waajibku kama dhicin ilmuhu markuu qaan gaadho waajib baa lagu leeyahay addoonkun markuu xoro waajib baa lagu leeyahay markii xajka la joogay baa gabadh wiil ay wado yay tidhi yaa rasuul allah hadaa xajun haa xaj kan ma u sugnaado maka asixi nacam buu yidhi walakii ajrun buuri adna ajir baad ka heli xajisiinta aada xajisiisay waa walillaahi allah waxaa u sugnaaday calannaasi dadka xajun xaj xajulbeyti kacbada xajkeeda man buu u sugnaaday wakaa bedel waa bedelu bacdin min kullin baa la yidhaha man buu xajku ku sugnaaday istadaaca kara ilayhi xajka sabiilan wada kara hadda dee dayaaladuhu waa iska caadiyo hadda waa la helaa marka culimada qaar baa hadda waxay yidhaahdeen xajkii dhibaataa ka jirto baasaboor iyo fiisa iyo waxaasaa loo baahan bay waanu iska tegayna sheekh xamar joogi jirayo ree jigsigaada culimada ree xaji jaamac ahaa sheekh maxamed baa la odhan jiray baa wuxuu nugi nin caqli badan buu ahaa wuxuu yidhi intaan baasaboor anoon qaadanin yaan weriboodka yaan tegay buu yidhi ilaa haddii la ii diido bas way iga dhamaatay baasaboorkaa tegay baasaboorkaa ku xalaaloobay buu yidhi markii la ii diiday baasaboorka eriboodkan ku xalaaloobay buu allahu akbar الله سبحانه وتعالى وحليه فمن كفر معناه هذا وحوي قفكي قالوا به أو عملك كقالوا به حد كديدا يسوى كارتونه وحكلو ماشى كجرتا مركي حد بالقول لي جهي ليدي يا يهود إلى هذا أنا قوم مسلمين بنا مركي سورة هذا مسلمين تهين حجية مركي سيدة أنا قول قوم عليه مركي بابا من كفر يجا ساسو قلين كفر هذا مركي وحلاق هذا قفكو هدو مو من يهاي أو توحيد يهاي لكن الحج كديدا يسوى هيل كرا ficil kiisa gaalima soo garsay waa kufri duuna kufri gaalima diinta lagaga baxo iyo gaalima amal iyo amalka soo gasho way marka qofkii xajka diiday isagoo muumina amalkiisa waa gaalima soo gashay faman ka faro qofkii gaalooba oo xajka diida fa inna allaha al-ghani wa kamar ma hanil alamin dad qul wa hatira ya ahla al-kitabi khair kitab leeyo lima takfuruna mahad uga gaalowdeen ba ayati llahi ilahi ayatihi والله ألا نشهد وأجيه على ما تعملون حد على الفلسان آياته توريدها حد قالوا ذي آياتها القرآن ككريم كام حد قالوا ذي وأد أكته النبي الله محمد إنه حق الصعدين إلهي بائذن أركو إذن كأبال مريوي
يا أهل الكتاب إلو كتابه لما تكفرون محد وقالوا ذنب آيات الله والله ألنا شهيد وأركاء وأجيه على ما تعملون وهذا عمل فليس هذا قلوا حاطنا يا أهل الكتاب لما تسدون محد وقهر جوكتان عن سبيل الله إلهي وددي سحقا من آمن قفك رمية تبغونها إذنك وطلبية سبيلك يوجن قلوع للطلب وأنتم إذنك الشهداء أد أكتهين إني حقتهين وما الله ألا سبحانه وتعالى بغافل أحد هالمانسان معها أما تعملون هذا عمل فليسها أنت يهود أي مدين مؤمنين يهده والمانسان نبي إلا شيء لأنه كان بمئها هذا يهود مدينة وحيو سعودك نبي بحضانه وكو استفتاعي تلينه قال هذا وحيو ديه تلين مركو نبي أصبحه مركو يبدنا ويدينه مركا عددك مؤمنين ينتي أسود جسان بيديه تلين ورأناك علم نقانه نصور راه كسل لي وردتك حق محاد قهر جوكتان دادك هذا في الوقت الحاضر نواسيدا اون دادك حق دادك قهر جوكسدا واسيدا سو كلا اون دن نيم با وخه اركيا ميل كتب لوغا اقري او روح كو سوو غاسو لي وني كاسو وا بدعي اسكغا جوك بولاي او قهر جوكسدا حسب قهر جوكسدا يا اهل الكتاب اهل الكتاب لما تسدون محاد قهر جوكسنيسان عن سبيل الله اله ودديس من امن قفك فرميا تبغونها سبيلك إذن كو أضل بهذا ضميرك بيكون لحي سبيلك تبغونها وداده إذن كو الله ربعي وجن قلوع وأنتم إذن كو الشهداء وآت أكتهين وما الله ألا بغافل إن أحد هالمانسان معها عما تعملوا رحا عمل فليسان وإذن كابا المريب مكاد لغنطا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيي إنتو ضيعوا هادات أبني عذاب فريقا قيب ومن الذين كو يكمل أطول كتابة كتاب كالسيي يردوكم وحي إذن كأهيسين بعد إيمانكم إيمانك إنك أدب كافرين شدوا إيوه كان صدح يطبن بي مطونتو إن أردنا كاني ولا له طبن كلاشت أرددن وكمتها مالك الله وحليه حداد عبد العدان قار قالت كمدا دينتا إذن كساري واسيدي ولا شيء إنتا إيمان بيده ورنقا نصور عدك ماشي دمت هذا كوايا يده مالك أسالي حداد قالت كأمر قادتان تدك أباد اللون كا ذا كأمر قادتان وحوي قال إن إذن عليان بيسبان إن قال هذا واسيد أو كلا ضدك حق كهر شوكس ضدك واسيد أو كلا أن يسك إلى علم يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تأهوا إن تدعوا هذا ديشان أو كأمر قادتان فريقا قيب أو من الذين كون كمد أوتوا الكتاب كتاب كلاسي يردوكم وحيد كأهيسين بعد إيمانكم إيمانك إن كذب كافرين قالوا وكيف تكفر وكيف استدابا كيف هو تعجب الله يسمع المركة الله ما يابنه ووحل لا يابنه كيف السيدابات تكفرون أقالوا بيسا وأنتم إذن كانت تطلع لغو أخرين عليكم دشينا آيديس وفيكم دحدينا نوحا رسوله رسول في سبا ومن يعتصم بالله الله قفكي قفصد الدين تيسا قفصد فقد هدية وحالوها نونية إلى سراد الجن مستقيما وتوصول ووحل لا يابنه رسولك وإذن لكو وقرآن كي لا أخرين سيدو قالوا بيسا meesha waxaad garanaysaa wax kale oo hanuun laga qaataa ma jiro oo quraanka ahay lama dhihin waxa saalay idinku dhaqriyay saasal idinku hanuuniyay lama dhihin idinku quraanka idinku dhaqriyay rasuulki joogo sidoo kale bas hadana inaga waxa way soo quraanka inaga qiyo culimadii joogto inoo fasireysay inagu hoggaaminaysay sidaan xaq uga leexanayna inaga la weynahay sada quraanku ma aha waaqaca dhacday ma aha oo mar tagtay taariikh tagtay ma aha fil ila yawm qiyaama quraanku waa taagan yahay sidee quraanka inaga ina dhex yaala أن حق أقول حنين أوين وكيف سيدابا تكفرون وقالوا بيسان وقالوا بيسان وأنتم إذن كنا تطلع القد الأغرية عليكم تشين آيات الله الله يديه وفيكم لحدي إننا أويهي رسول الله رسول الله ومن يعتصم قفكي قفصدا بالله ألا قفصدا ودين تيسا قفصدا فقد هدية وإلا هنونية إلى سراد الدين مستقيما وتوصل صحابة النبي وحي ويدين وحي لهين ذاتك يا ugu iimaan badan ma malaa'ikta markaas uu sidayna malaa'iktu iimaan u yeelanayn waxyigii baba hadii jeer alaagtii sheeba joogan markaas la yidhaa anbiyaada markaas uu anbiyaadu sidayna iimaan u yeelanayn waxyigii baba ku socday markaas ay yihiin ma anaga shee idinku idan iimaan u yeelan rasuulkii baba idin dhex joogeen hadaa waa ayay dhahan waa ummad iman doonta oo wax qoraal intay arkaan ku amal faliyo raaci kuwaasa ugu iimaan weyn buu nabiga kaleey salaatu wasalaam qayb bay fumayay wa inaga way in soo galina insha Allah inagoo kale way wa'tasimu ha ya ayyuhalladhina amanu dadka mu'mininta ahow
اتقوا الله لك بقاء حق تقاته أفسدي سمد أغمضاً كبقى ولا تموتن هدمننا إلا أدمتان سواء أنتم مسلمون آتيهم آياتنا وي أدكتها وحاوي أن تعبد ولا تعصي أما أن يعبد ولا يعصى وأن يذكر ولا ينسى وأن يشكر ولا يغفر حق تقاتي واسدة وإن الله أن العاصين إلا عابده وإن ألا لقو شكريه إيا أن نعمدي لقرنين وإن ألا لقو ذكريه ألا إلا من وساسرين مركز صحابة آدبا أيامه حقا يا صدا كريبين وحسودك آيات يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم مركا آيات آيات من نسخي سوي فصيل إيسا وحقا تقاتي باوا فاستطعتم إنت هتكرتها مركا عبادة مركا نغطة واستطاع وح كلفاده مجر لكن حمانته مركا نغطة قبي أهانيا لقاهلي حمانته قبي أهانيا لقاهلي لتركك واحد بلمن ده شيء كتكي شد بلمن هذي خد كاد عنا مركا بكتو بكيون لكن خير مركا نغطة انت أود هذا وإياه الله وحولي يا أيها الذين مركا آيات داسا فسير فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله انت أود الذين يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تقول الله الله كبق حق تقاته أفسدي سمد أغمضا وإن لعابد أون لعاصين إن لقو ذكري أون لإلوبين إن لقو شكري أون لقالوبين ولا تموتن حد منين إلا وأنتم مسلمون إلا مسلمين أصدر مسلكم هذه أرقى عندك وهي إلهي وحو حكمي قفوا لبا إنتو نولي هاي وحو أبداً يهبو كل مني مركة إسلامك دائما يكارلغان تاهي سيادة صلاة نمو أغد متان كان سلام ما أقول دمتها تدفع ربنا أو فربنا المسلمين أقول دمتها وحال سيد التوحيد سيعرف كأقوى هيئة مركي كريوة فرها سيد عليه على سيد هذا بنا فرها سيد عليه بنا وعكلا الله شيء قصة إسكا الصومالي هو بلالا دمتها قال مركي عيل لقى عبيه نبى بلالا ذا عيلين شيء يعني بلالا ذو النيف كله كأسنا تنكد يقول دي شيء مركي قول نتيب عليه يا شهادة الله قبته وتنكد يجري بالي ولك نقول بوح دائمه أنت نولي هاي دائمه يكون منا يا إن شاء الله واعتصموا قبصرة بحبل الله إلهي حارق يسقف جميعا إذن كو ودتنا ولا تفرقوا هكلا تجينا ومذهب وحيا بباسا كلا شاقننا واذكروا حصوصا نعمة الله ألا النعمة ديس عليكم دوشين وذين نعمين إذ وقت كنتم هذين أعداء عدو هذا السوء هذين فألفوا الله يصدمين بين قلوبكم قلبيالكين فأصبحتم آتهاتين بالنعمة إلهي النعمة ليس إخوانا ولا له والحال كنتم آتهاتين على شفا حفرة قد قركي ومن النار النار فأنقذكم منها الليل ككري انت اندموا وحوقي سيقارة وحوقي شارة فيرا سارة بقول يلباتن سنة يقعولها يونبي قيمد عليه الصلاة والسلام مركزين نبض نقضين مدهر وعتها سموه بحول لها جميعا كلا فرقين إيا كلا الدين إيا كلا عقيد إيا كلا مذهبها نقننا نبي الله محمد وقال ويدي وحيري تفترق اليهود افترقت اليهود 72 فرقة لبيئة الضباطة فرقة وتفترق أمتي 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد مركز سالي لواته مركز سالي ما كان أنا وأصحابي وحن أنيك أصحابتي ما أنت كل نقنب marka saddexii tan sunniga amwayaan 22 27 kii firqo culimadu in kasoo inay magacyadeed aad u sheegay lix firqo bay ka baxeen lix firqo khawarijta oo kuwa khaliifkii afraad ee nabiga ilaah maxamed ali ibn abi talib ku galay ma xukumiyay waa khawarijta xadiiskayna ogoleen rafidada wa shi'a jahmiyada kuwa la yiraah waa kuwa alla sifadiisa banaanka u diray ee istawa ala al-arshi waxa soo dhan wada awilay ee diiday وجهمية قدرية كوة الليلة إلهي لو البدا يعني مربا وحي أمه قدم ويحمسي أقبي ده قدر كالله نمشق يجي ده كوة الليلة هذا مرجع هذا وحيده انقفك هذو الله إله إلا الله محمد رسول الله إله هذا وحيه لي يا مجر وحدن بوحيه لي مجر إله إيوه جبرية ووحيده انددكو فعل كوة خيار أمالي والدبيل وبال دبيل ميل ساء وصارنو أي دبيل شلو اللي بينه لحدا فرقي كفر عمين كله لحدا فرقي كفر عمين علماء السيدة يريهم وين
marka hadda hadayno inaga nahay duunyada ka waran aqeedada sheekh ibn bana istaadayna haye sheekh ibn aqeedadiis maxaa u qabsan hadii aqeedadiisu ta islaam ka tahay uma baahide kaamixiga ilaahay hadii aqeedadiisu ay tu gaar tahayna kaba si fogba marka sheekh ibn aqeedadiis maxaa u qabsan aqeedadii islaam aqeedadii nabiga ilaahay muhammad aqeedadii saxaabada aqeedadii saddexdi qarni khayrul qurun qarni thumma alladina yaluna qarni wa saxaabada ثم الذين يلونهم تابعين ثم اللي كوا عقيدة هذا قرش لكن شيخ بالبان عقيدة دي سهل سوا خطر بالمسألة ده دور هدي عقيدة دي سطة إسلام كتاي دي كام حيقو محافظوا شيئا هدينا تا إسلام كأهينا كبس في فقمة مركب حوية مسألة ده حاجة مذاهب تمركيلة مذاهب تورد مالك مذاهب تو اسمه خلاف سنة يوا اسكم مذهب سأفرت أنا إمام مركي بالعادي يخلاف كي بطهي يا أفرت إمام العلامي أمد نمر دهن أنا مذهب الله iyaga madhabtoodu marka waa quraanka kariimka dariiqadooduna waa sunnada nabiga oo ahadiisa rasuulka waa isku madhab iyagu marka hadda tii madhab shaafici baan saad dib male ee sunnana hanbay ka dhigantahay wax dhibaato amal ta ahmed bin hanbal baan saad tii ee sunnana hanbay ka dhigantahay mid iyagu aqeedo gaar iyo madhab gaar u leeyihiin ma jirto wa taasimu qabsada bi hablillah ilahi hadigiisa qabsada diintiisa qabsada dariiqadii nabiga ilaah muhammad qabsada jamiican dhamaantii wala tafarruqu hakala tagina oo aqoonyin kala gaar ah sheek sheeganina madhab kala gaar ah sheek sheeganina wadkuru xusuusta madka masalada si gaar ah waxay u taabanaysa inta dambe wadkuru qoladan ansaarta bani qayla ilaa yaman bay ka soo qaxin baligii baligii saylul aarimkii daadkii u fatahay yey ka soo qaxin waray bani qayla way wadkuru xusuusta nicmatullahi alla nicmadiisa aleekum duushina wadiin nicmeeyay in iskuntum waqti aad ahaydeen aadaan cadaw oo isnaab وفألفوا الصدمي بين قلوبكم إسكين جعليسي الله فأصبحتم هذا هتين بالنعمة إلهي النعمة دي سؤال نبيك إذين يمتكمدي هاي إخوانا ولا الله وكنتم محاضة هذين على شفا حفرة قد قرك من النار فأنقذكم إلهي وإذن ككري منها النار وإذن ككري قد باتار هذين هذا النبيك إذين إمانين حلاك بعد آخرية أدون بكسوك نايدين كذلك السيداس وقال إنه قعدين يبنين الله الله عدين لكم إذك آياتي آياته لعلكم تهتدون سيادوها نونتا ألا آياته ستاؤوا كواهر إنه عدين يهدي سيد إنه عدين دون إنه عدين دون كذلك السداس يبين الله الله عدين لكم إذك آياتي آياته لعلكم تهتدون سيادوها نونتا والتكن والتوجد هل لهلو وكانوا إعرابين كانوا ذوا تامة فاعل أمباهنا خبر أمباهنا والتكن هل لهلو منكم حقين أمة أمة هل هلا أمة داسو يدعون أقبا قدرك إلى الخير خير ويأمرون أمره بالمعروف وناق أمره وينهون الددك كالنهية عن المكارح مانتا وأولئك كواسين هم المنفعون كوة قولي سوي فلاحة وحالة إلى مركي لبكينا أتكنا بدقشو خير كينا دهشو مركوا وحنا سارنا وحوي وإن لهلا دد خير كددك أقويا رحو مانتنا كالنهية نبي الله محمد نوحويلة مرة منكرا فليغير بيدي قعنتي ساكو بدلو قعنتها ولا تم هدو كري وايو فباللساني ها هضلو عرب كيسا كهل هدو كري وايو فبقلبه هن عوين لذلك أضعف الإيمان هدو يساكو تمرتي سواين تاهو مركا وحوية أمر أمد هلا هلا شوكتا ميل والبا هلا هلا مركا إنك هدو واقلو إذا وابل إنو ديدين أفرتي سنة قدام بيسي وابل إنو ديدين إن خير شيء كرامة شرين إن هذا كرامة شرين إن خير شيء كرامة شرين والتكون هل هلو منكم حقين أمة أمة يدعون أغيّة ردتك إلى الخير خير كأغيّة خير هو عام ويأمرون أمر بالمعروف وحونا أكثر أمره وينهون كنها يعني المنكر حمانت وأولاك كواسي هم المفلحون كوة قولي سوين مفلح وحال إلى فلاح إن دبكي أتكب قيسين كان بدقشه وحاتربتين هشه ولا تكونوا أهاننا كالذين كوي تفرقوا كالتقي واختلفوا إسخلافي من بعد ما جاءه البينات حجوين كعد عد انت يمادين واولئك كو اللهم حوسنا دي عذاب العذاب عظيم هوي يهودي ما هي وكله تغتاي دوريه 70 في القو نصارى ما هي وكله تغتاي دوريه 70 في القو بدعه لو يقانن تفرارق لب بدعه يجوا حتى اسكو بدعه او اسكو بدعه يا استيدين هنا انا سدا ما امسني انا سدا ما امسني انا سيد يدي انغو حينو دي sidaas waa aayadi saas waa hadiiski saas yen inagu dhihi bidcad waxay dhihi inuu saama aaminsani hebel waxa suuga diiday faydhihi
ولي قد نين بدعية هو الحق واكنة صورة كلمة جبس لي الحق نقول رعمة هاي نقول حمام سني بس كده هبل بهبل حاسوب الدينية هاي هبل وابدعي وحاسوب الدينية هاي إنقول وحنو لنا هاي نبي قص إذا نويري الله سيدا نويري علماء الإسلام قواك شرحنا يبينه بك ولا تفرقوا ولا تكونوها أهانين كالذين كوي تفرقوا كالفردي واختلفوا إسخلافي من بعد ما جاءهم البينات انت حجد أتمد آياده إيمادين حجد عادي أتمد ذو قفك هدو جاهل يهي جاهل يسوى مركمه وبصير والله هنو ننكره يقفك مركو علمي ليه هو الجاهل مركبه إنه وحي قانو إسمودي وحنا ما يقان وأولئك كوا اللهم حاوصوا ناضي عذاب عذاب عليهم نووي كوا كلا تقيوا إسخلافي أو كلا عقيدوين شاكتين إيهو حقي أجمل وعذابون يوما مالين بي عذابك عليهم أما يوما مالين تبيض أي عدان وجوه وجلياله وتسود أي مذبان وجوه وجلياله ومالين تامرك عذابك إقليان مالين في عذابك إقليان ومالين تا وجيك عدو حاويه ومؤمنك وجيك سلبس يضبو عدان مدو حراتي ويسدا كم وقناي ونبي وحان أمضي إذا كوكرن بوري وجيك وضو عد يحبله وضو وضو إفتيمي waxa kala lagu garan qofka muuminka markii kitaabkiisa midigta looga dhiibo iyo wajigiisa wulwuli oo uu farxi farxad ba ka muuqanays wajiyalla way madoobaanayaan oo markii kitaabkoodi bixil looga dhiibo oo xagga dambe looga dhiibo oo dambigoodi loo aqriyo yidhiyo shoomayaan ba wajigooduna siisa u madoobay normal yawma maalin bay cadaabka weyn leeyahay tabiyadu ay cadaan wajuhun wajiyalo ay iftiimi wajiga muuminiinta wa taswadu ay madoobaan wajuhun wajiyal fa amma alladina kuwa iswadat ay madoobatay وجوههم وجه الكوري يقال لهم حلوده أكفرتم مياد قالوا ذين بعد إيمانكم إمكان إيمانك إنك كذب مياد قالوا ذين وتقرير استفهام التقرير وين مياد قالوا ذين إذنكم مؤمنوا بي فذوقوا الدمية العذاب عذاب الدمية بسبب ما شيء سببت كنتم أعضائين تكفرون كوا قالوا قل هذا وجه قوذون مذويه ورا إفتين كلاهين وآذون حسن أوفر حسنين وحلقوا له إسوا اللقوا حمين أيهم oo iimaankiin ka dimiyad gaalowdeen dadamiya cadaabkan kanu baydin wa tamarti galiyadiini wa diyaar wa tan dadamiya faamal ladina kuwa wa amal ladina fuddat ay madobaatay wujuhum jila koodu yuqalu lahum khaladiha kafartum magaalowdeen baadi iimaankum iimaankiin ka dim fadhuqud dadamiya al cadaab cadaab ka dadamiya bi sababi ma shay sababti kuntum baadin tafuruna kuwa gaalowba hadaan xaqi iraabtu ilaahno bi sababi kaunikum kafirina bunu وماذا مستريين نقول لكن الأخوة الكبير بان كدينينا وما الذين كوا أبيضت أي عذات وجوههم وإفتيمين نورك ففي رحمة الله إلهي في رحمة سيبك كتيرا وجنة ففي رحمة الدم داف ففي رحمة الله هم يجوا فيها خالدون وكواريا وجوا ذو عذات والله بس يغضوا ويسدي باكا إفتيمي فرح الدين النور باكا إفتيمي وأما الذين كوا بيضت أي عذات أي وجوههم الجيال كود ففي رحمة الله بكسرين وفيها خالدون تلك آيات الله تلك تاسليدين شاقين آيات الله إلهي آياته سوين نطلوها وأن أقرين عليك الدشارة بالحق عليك دعيه النبي الله محمد ملك إلهي بأن ملك جبريل أسوديبي ملك جبريل باكتل أقرين نبغا كتل أقرين وقرانك وكلامك اللوين الله باكوهد الله وإن أحد من المشركين سجارك فأجره حتى يسمعك وحن أنت أغير نقلني دبع القرآن كان أين أغرناي كلام الله ما أها هو ترجمات ملك جبريل وترجمة إلهي ما بهذا الكريل والصوت حروف من ملك ملك جبريل بو فهمسية ملك جبريل بها ترجمة قاربان ليش أنه حين وطال آياته الله لغض الأغرين تلك تاسي آيات الله ألا آياته سوين طلها أن أغرني عليك تشاهد بالحق فرن حالا يكون هايين وما الله ألا ما يريد كي دون يظلما للعالمين عالمين تظلم أمرهم إلهي عالمين تسقى حكمين ظلم قال لشيك وحوي خير أي لي مادين كمباب إيا الله سبحانه وتعالى شر أين الله إمانين الدوشة الله قمسا وما الله ألا ما يريد أحد دون يظلما للعالمين ولله الله وحا أسقنا ذي ما في السماوات السماء وحا كسقنا وما في الأرض أرض وحا كسقنا انت با يسقى إسكاله إنك الله هنا له الله إنه قد تصرفه الله خيرك إنه شيئا ولله لو حوصنا ما في السماوات وما في الأرض كل وإلى الله حق سترجع الأمور أمورتنا للعلنه أمر مركم ملكا سصومره محكمة الله أمبال لتقيه الله سبحانه